التشبث بالأمل الوحيد المتبقي البطولة الوطنية واغتنام فرصة التعثر الوصيف لتوسيع الفارق، وضعية حتمت على اتحاد الجزائر صنع نتيجة إيجابية أمام ضيف قادم العاصمة لافتكاك نقطة على الأقل في مواجهة لعبت من دون جمهور. شبيبة الثورة حاولت الضغط منذ البداية وفرض منطق لعبها ونقل الخطر إلى منطقة حارس الاتحاد منصوري، فكانت هذه الهجمة المرتدة من الجهة اليسرى قاد حمية لكن تسديدته جانبت القائم. رد أشبال فروجي كان أيضا عن طريق المرتدات وبفضل مزيان، غير أن الفعالية غابت. حضور كبير للحارس بوقاسم الذي أنقذ شباكه على مرتين، الأولى تسديدة شريفي ثم الكرة الثانية من إبرة التي وجدت بوقاسم في التصدي مبعدا الخطر إلى الركنية. ركنية أتت بالجديد بفضل رأسية القائد شافعي فاروق الذي افتتح باب التسجيل بعد مرور 31 دقيقة لعب. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رد شبيبة الثورة، خطأ في الدفاع استغله اللافي مممررا إلى مزيان، هذا الأخير يحضر للزواري مسجلا الهدف الثاني لاتحاد الجزائر. حدث ذلك قبل انقضاء المرحلة الأولى بأربع دقائق. من الجهة المقابلة طالب يحيى شريف بركلة جزاء إثر هذه الهجمة، إلا أن قرار الحكم كان غير ذلك، أن لا وجود للخطأ، وشوط أول ينتهي بتفوق اتحاد الجزائر. في المرحلة الثانية الضغط أكثر كان من جانب الزوار الذين رموا بكل ثقلهم للهجوم بغية تقليص الفارق، غير أن الانتشار الجيد لعناصر الاتحاد الذين عرفوا كيف يحافظون على الفارق بل بحثوا عن قتل المباراة بهدف ثالث وبسلاح المرتدات. إقحام زيري حمار والهادي بالعويدات في هجوم الشبيبة لم يثمر المبتغى، وفي الدقيقة الخامسة بعد 70 الحكم مصطفى غربال يشهر البطاقة الحمراء في وجه برانس إبارة بعدما كانت صفراء. ما تبقى من عمر المباراة لم يحمل الجديد، رغم أنه كان بإمكان الشبيبة تقليص الفارق بهذه المحاولة، كما كان بإمكان الاتحاد إضافة هدف ثالث لو استغل حامية جيدا هذه الهجمة من الجهة المقابلة. وفي الوقت البدل الضائع الحكم ينذر وليد عرجي ويطرد بالعويدات لتصرف غير رياضي، وثلاث نقاط تعزز مكانة الاتحاد في الريادة وبفارق أربع عن الوصيف. النتيجة ما تعكش الأداء، كنا أدينا مباراة في المستوى، أخطاء فردية خلصناها كاش، بصح دائما المهازل التحكيميه راهي تواصل. واش راح نقول لك، نطلبوا من الانصار يسمحوا لنا ان شاء الله حنايا نكتفيوا في هذا في الشامبيونه ونفرحوهم ونشكروا الجوار على هذا الفوز. الحمد لله وين كانوا كاع واعيين بهذه المسؤوليه وين درنا مباراه في المستوى، وان شاء الله نكملوا هكذا باش نحافظوا على المرتبه الاولى.